عليكم كلشي بخير، كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، اليوم صباح الهم والنشاط، دابا راه 10 الصباح. فوقت تيتسي لي المدرسه، قالت لك نوض هي اللي فيقاتني، الصراحه جات فيقاتني ماما عليكم. صافي لبستها وفطرتها ومشطلعه وديتها المدرسه وجيت. دابا جيت باش ندير لكم مونتاج ديال واحد لا فيديو اللي واخيرا غنحط لكم واحد لا فيديو اللي فيه واحد لا بارتي من الاصلاحات اللي وقعوا عندي في الدار. كيف ما شفتونا الكوزينه بوق ما كملاتش، تصلحات وتقادات، ولكن باقي ما كملاتش من ناحيه البلاكارات الالومنيوم وداكشي، الوغ ما صورتهاش ليكم. صورت لكم الحمام، هو اخر شيء كان خاصو يتصلح، الصدق هو الاول. صورت لكم كل شيء بلي ديتاي، وغنخلي لكم كل شيء بالاثمنه باش الناس اللي باغيين يستافدوا، اللي باغيين ياخذوا فكره، واللي باغيين ياخذوا نفس الشيء. شوفوا انا حاجه بسيطه، انا كتعجبني البساطه، وكنمشي على قد جيبي، ما كنمشيش ناخذ داكشي غالي، حيت انا من الناس اللي كتعجبني شي حاجه زوينه ولكن تكون بسيطه، وفي نفس الوقت الثمن ديالها يكون على قد جيبي. علاش ما كنفكرش غير في السواق، وكنفكر لا كنفكر انني خصني ندير حاجه زوينه وبسيطه وثمن على قد جيبي، وفي نفس الوقت كنفكر ندير شي حوايج اخرين مستقبلا، يعني ما نبقاش نخسر فلوسي غير في شي حوايج اللي بحال هكا اللي نقدروا نسميهم بانال. يعني كندير مقارنه ما بين جوج ديال الحوايج، وحده غاليه وحده الثمن ديالها يعني في المتناول، وكنشوف ديك الساعه كنشوف شكون اللي خدام عليا، وكنشوف واش اللي رخيصه زوينه في الكاليتي وفي المنظر وكناخذها. هذا الشيء اللي كاين، والحوايج اللي بيان سيغ كان ضروري خاصني ناخذهم بثمن عالي، وحيت ما لقيتش كاليتي مزيانه بثمن مزيان راه خديتهم بثمن طالع. هذا الشيء اللي كاين، نخليكم مع لا فيديو، غادي نشرح لكم وندير فوا اوف ونشرح لكم كل شيء بالتفصيل، وكل حاجه وثمنها، كل حاجه منين تقديتها. بالنسبه للحمام راه ماشي شي حوايج نيطره، كيف ما قلت لكم حاجه بسيطه. بالنسبه للحمام كانوا بزاف الحوايج غيتصايبوا فيه، حتى هو ما تصايبوش، كنت غندير داك الزاج تروبي ما كتبش، ما درتوش على جوج ديال الاسباب. انا نفس المشكل اللي وقع لي في الكوزينه، نفس المعلم هو اللي كان مكلف بكل شيء، صدق ما تصايبش حتى حاجه. راه جبت معلم اخر باش صوب لي الباب ديال الدوش. وبالنسبه للشرجم ديال الكوزينه جبت معلم واحد اخر اللي صايبهم ليا، هو دابا اللي شاد لي الكوزينه. شنو نقول لكم، ما صايبش الزاج تخومبي حيتاش على جوج ديال الحوايج انه ما تصايبش من طرف داك السيد شحال وانا كنتسنى. السبب الثاني هو انه عندي الدوش في هذيك البلاصه ضيقه بحال هكا راه غتشوفوها في لا فيديو، و ميم طون اللي كندير مثلا شي طابيه طويله ولا شي زريبيه طويله كنبغي نحكها غير ما فتوش بلا ما نصيفطها لافاج، الوغ ما عنديش كيفاش ندير، غادي يجيني لي سباس صغير، حيت الزاج كان خاصو يخرج بواحد 20 سنتيم من بعد، وعاد البيبان ديالو كيتحلو، وعاد السكه ديالو راكم عارفين، يعني ما نستافدش من الدوش بزاف. وعندي بنتي ما شاء الله منين كتبغي تدوش ما كتبغيش تبقى في بلاصه وحده، وكتبغي داك لابيسي اللي كيتنفخ، واخا انا كان عندي عادل كان عنده افكار وحده اخرين، كان باغي يدير البينوار في الدوش، ما اتفقناش على البينوار، قال لي صافي تم بعد وغنعاود نديرو، والو ما بغاش يحيد الفكره. باقا عنده الفكره ديال البينوار، ان شاء الله من هنا لقدام باغي يدير غير داك البينوار اللي كيجي محطوط ماشي اللي كيتبنى. صافي هذا الشيء اللي كاين، الو غنشارك معكم كلشي بالاثمنه. خليكم مع لا فيديو، تمشيو حتى بلاصه ما تشوفوا لا فيديو، ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وملي كومونتير ديالكم، وشنو الحوايج اللي عجبوكم وشنو اللي ما عجبوكمش، وشنو الحوايج اللي تقولبت فيهم في الاثمنه. شوف بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومع العائله ديالكم باش كلشي ياخذ افكار. خليكم مع لا فيديو. المهم اول حاجه الدخله ديال الباب، انا ما كنتش معولة على هذا الباب، هذا كنت اختاريت واحد الباب في البيض ولكن فيه واحد الزوقه هكا في الاحمر واحد الورده، ساعه ما كتبش بحال اللي قلت لكم انه وقع بزاف ديال المشاكل. الوغ اضطريت انني منين نشوف المعلم الاخر على وجه السرعه خليته يصايب لي باب سامبل بحال هكا، وفيه ديك الزجاجه من الفوق فيكس. انا كتبان لكم المرايه، المرايه اختاريت مرايه ليد، فيها واحد ليد اللي كيبقاو يشعلوها هي
شعلتها لكم هنا في هذه اللقطه هذه باش تشوفوها. المرايه اللي هي ليد خديتها ب 450 درهم من واحد الشاوروم في تميره. الحاجه الثانيه اللي كتبان لكم هنايا اللي هي قبل من كل شيء اصلا هي الزليج. هذا الزليج هذا خديته ب 75 درهم للمترو، خديته في واحد الشاوروم في عين عوده في 14. دوك الزويقات اللي فيهم اللي جايين جنب المرايا ولا في الحيطه كاملين يبانوا لكم من بعد، كنت خديتهم ب 35 درهم، اربعه كل اربعه خديتهم ب 35 درهم. انا الدوش كله ادالي 8، احتاجيت فيه 8. وقبل ما نكمل لكم جهه المرايا هنايا تشوفوا معايا الزليج اللي اختاريت. بالنسبه للارض، الزليج ديال الارض اختاريته هذا اللي كيقولوا له واقيلا حجر الواد الا ما خفت نكذب، فيه حجيرات وراه كيجي بومبي، يعني طروادي ماشي هكا يا ليس، كيجي بحال طروادي منفوخين دوك الحجيرات هكا في الزليج. ملي كتكون كتمشى بالصنداله كتحس بدوك الحجيرات، يعني ماشي سامبل زعما كيزلق. غنرجع معكم لجهة المرايا. بالنسبة للفاسك اللي هو لافابو خديته ب 800 درهم من نفس الشاوروم ديال المرايا، هو الموبل اللي تحت منه، الموبل اللي تحت منه خديته ب 1300 درهم. بالنسبة للروبيني وهذوك الاكسسوار غنوريهم لكم عن قرب من بعد ونهضر على الاثمنه. هنايا بالنسبه لجهه الرشاشه ديال الدوش، الرشاشه ديال الدوش هي الميلونجور ديالها ب 750 درهم، فيها جوج ديال الرشاشات، كتجي وحده كبيره اللي هي فيكس الفوق، وكتجي هذيك اللي هي كتحرك كتهز بحال هكايا لتحت صافي، وعندها الميلونجور ديالها لتحت تما فين كاينه ديك ميني ماوس صافي. واختاريت انني ندير لداخل غير طاجيره وحده على قبل داكشي اللي كنستعمل وسط الدوش، يعني اللي غنستعمل في هذاك الوقت غنحطو تما، ومنين غنسالي غنرجعو من ليزيطاجيغ اللي من هاد الجهه. بالنسبه للرشاشه مع حتى هذيك ديال الصابون لاصقه فيها صافي، وجات فحال هكا، جات زليجه الوسط وجوج زليجات في كل حيط. بالنسبه للتحت ديال الرشاشه اختاريت هاد اللعيبه في، شوفوا الحاجه اللي ما كنعرفش سميتها، سميتها اللعيبه صافي، في الماغون ما لقيتهاش، في النواغ كنت بغيتها في النواغ ما لقيتهاش، اختاريتها في الماغون باش هكا الانسان يتفادى داك الزليق وسط الدوش. سورتو انا عندي راجلي وبنتي معاه كيلبسوش الصنداله سواء في الدوش سواء بلا الدوش، عندهم شي عرق هندي يعني درت هذيك اللعيبه تمايا باش ما بقاوش نتلقاو فني كنكونو كندوشو. والله العظيم جاتني عبار مع هذيك البلاصه. بالنسبه للبلاصه اللي كنت ناويه ندير لها الجاج ترومبي، ها نتوما شفتوا راه درت لها هاد الدريد وهذا اللي خديته من جوميا، خديت هذيك العصا ديال هذيك الباغيطه بحال هكا برا خديتها ب 175 درهم، والريدو خديته ب 130 درهم ولا ما عرفت 150 درهم شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للجهه الاخرى انا اختاريت انني ندير الشطاطب والكرارت والشفاجف وداكشي كله اللي عندي، ديجا انا عندي في اللون الاحمر، اختاريت لهم هذوك اللعيبات اللي كيلصقوا في الحيط اللي كيتشدوا فيهم، راه خديتهم غير من المحلات ديال 5 درهم، خديت 4 طلعوا لي ب 20 درهم باش لصقت هذوك الشفاجف وداكشي كله تمايا. بالنسبه للفوطات حتى هما خديتهم 199 درهم، خديت السيري اللي فيه 3 ديال الفوطات، ولي زاكسسوار اللي معلقين فيهم الفوطات واللي معلقه فيهم الصابونه اللي غتشوفوا جهه الفاسك خديتهم ب 750 درهم، خلا قال لي 750 درهم خلاهم لي ب 700 درهم، نفس الشاوروم اللي خديت منه الفاسك واللي خديت منه المبل ديال الفاسك. تعمدت انني ندير الفوطات واخا كانوا عندي ديجا في الكرونا حيتهم ودرت عاوتاني هادو احمر شويه فرنسي ماشي كرونا، وتعمدت انا ديك الزواقه تجي تما باش تجي تحت منها الفوطه بحال هكاك. صافي وجاو اسوختي واحد الغابيل بيناتهم وبين الورده اللي في الريدو الا شفتوها، والحجيرات اللي في الزليج اللي في الارض نفسهم في الريدو ديال الدوش، لكن واحد الغابيل ديال دوك الحجيرات في ديك الزواقه بحال هكا. رجعت معكم جهة الفاسك، المبل ديال الفاسك ماشي اللون ديالو الاصلي، انا لبستو الفاسك جا بحال هكا، وجا هاد الروبيني، هذا روبيني كيسميوه ميكانيك ولا ما عرف شنو تيسميوه، من الروبينيات يلاه دابا خارجين موضه، ب 400 درهم خديته اونلاين من واحد السيت سميتو اينوكس شوب صافي. ولي زاكسسوار هذيك ديال الكاس ديال اللي فيه دوك الشيتا اللي بغوص ديال لي دون والاخرى اللي فيها الفوطه، راه مع لي زاكسسوار اللي كنت قلت لكم خديتهم من نفس الشاوروم ديال الفاسك ب
700 درهم. جيت كنوريكم الشكل ديال الروبيني والميكانيك ديالو كيفاش كيتحرك، وفي نفس الوقت انا داك الفاس غير مؤقتا، حيت صراحه ندمت على الفاس لان خديته في المات. السيد قال لي خدي بغيون، انا خديت في المات. المات شويه كيبغي كل مره طلقتي فيه الماء، ولا كل مره خصو يتمسح من ورا دوك النقيطات ديال الماء. هنايا كنوريكم الميكانيك ديال الروبيني، لان هذا الروبيني هذا كنبغي يحمق عليه عادي، نقول كنقلب الروبيني ونغسل وجهي، ما خصنيش زعما نتسنى نبقى نشد الماء بيدي ولا شي حاجه. في بزاف د الحويجات انا حاولت نوصل لكم في لا فيديو بزاف د الحاجات، وريتكم زعما كيفاش كيخدم. وبالنسبه للثمن ديالو انا جاني الثمن اللي هو مناسب بالنسبه للشكل ديالو، حمقني الشكل ديالو، والثمن بالنسبه لذاك الشكل راه مناسب وبزاف صراحه عجبني بزاف. هادي ديال الصابون شحال من واحد غيقول لي علاش درتي، حيت انا بيدي اللي هزيت الشنيور وتقبت لها دوك لي داكسيسوار ولصقتهم، غيقول لي شحال من واحد علاش جبتها فوق الفاسك، لان الصابونه كتبقى تقطر ملي تيغسل بها شي واحد يديه كتبقى تقطر، داكشي جبتها فوق الفاسك باش تلا قطرات تقطر تما في الفاسك. هاديك ديال لي داكسيسوار قلت لكم كلهم جاوا مع بعضياتهم. بالنسبه للطواليت درت طواليت سوسبوندي باش تجيني ما شدتش لي سباس، وباش يجي الديكور ديالها زوين. الطواليت خديتها ب 4000 درهم هي والميكانيزم ديالها اللي في الحيط. شنو نقول لكم، الطواليت بغيون زوينه، غير الماء هي كتلقى على غير الماء كتولي كتبري كتشعل نقيقيه ما فيها حتى شي مشكل. بالنسبه لهذوك اللي حداها كنت خديتهم من بريكوما شحال هادي قبل ما نصلح، وكنت خازناهم هذيك لابوبيل الصغيره وهذيك الشيتا اللي حداها كنت خديتهم ب 199 درهم باش خديتهم صافي وبقاو عندي حتى النهار اللي صلحت. بالنسبه لادوشيت اللي في الجهه اليسريه ديال الطواليت خديتها ب 199 درهم من جوميا. المهم بالنسبه لهاد البطونات هادو اختاريتو فهاد اللون هذا الكري، كاينه ديال 3 ايترو ديال 6 ايترو راكم عارفين على حسب الاحتياج ديال لاشاس. كانوا في الكرتونه ديال التواليت كانوا فيها وحدين اخرين ما عجبونيش، انا استعملت هادو خديتهم ب 300 درهم. هنايا درت هاد الطاجيرات هادو درت 3 خديتهم من بريكوما ب 75 درهم الطاجيرات ديال الزاج، وب 100 درهم لكل سيبوره ديال كل طاجيره، ولا سيبورة خديتها مية درهم. كتشوفوا معايا هنا درت 3 ولداخل درت وحده بحال اللي قلت لكم، باش لداخل اي حاجه حتى جيتها وسط الدوش كنحطها تما حتى كنسالي باش كترجع للبلاصه من بعد كتقعد. الرشاشه هذه اللي فيكس الفوق انا كتخلعني، حيت ديما كنساها ملي كنجي نطلق الماء كنصدق تخوى عليا من الفوق. عادي العاجبه هذيك الفيكس، كتوزع الماء بواحد الطريقه زوينه، وفي نفس الوقت ما كتبقاش تكحز حدا الحيط بزاف حيت هي جايه حتى للوسط. ولي سبوت ديال القفص انا اختاريت انه تكون واحد السبوت فوق منها نيشان باش عطات واحد الاضاءه زوينه. حاولت نوريكم الدوش من الجهه الاخرى كيفاش جا مع لي سبوت والسليج والفاسك وديكشي كلو. انا في حاولت ندير لكم هكا دويره خفيفه خفيفه، الزليج اللي في الارض كيف ما قلت لكم بومبي ما كنخاف لا نزلق ولا حتى شي حاجه زوين، كيشدو فيه صنيدلات يعني ماشي شي حاجه اللي نخاف منها على قبل بنتي ولا على قبل اي حد فينا. صافي هكا جا المنظر ديالها، كنحاول نوريكم جميع الاتجاهات باش تبان لكم الفكره. بالنسبه للبريزات ديال الضو ولا لينكاسات ديال الضو اختاريتهم في الابيض والكحل باش نمشي في نفس التيم. الا بان لكم في الدوش انني اختاريت تقريبا ما خرجتش على ثلاثه ديال الالوان، عندي اللون الكحل والبيض وعندي اللون الاحمر، فيه واحد لي زاكسيسوار اللي هما خفاف ماشي شي حاجه كثيره. صافي هكا باش ما خرجتش على ثلاثه الالوان باش يعطي واحد المنظر اللي هو سامبل وراقي في نفس الوقت. ما كيعجبنيش بزاف ديال الالوان ودوك ولا حاجه في لون ما عجبونيش الصراحه. هذا هو المنظر ديال التوج ديالي من بعد الاصلاحات. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وشاركوا معايا الاراء ديالكم.